أول موضوع معانا النهاردة هو أنواع الأطفال. طبعاً إحنا كلنا عارفين إن الأطفال نعمة كبيرة قوي قوي من عند ربنا، وهم سبب سعادتنا، بس هم كمان سبب شقائنا وتعبنا وتعاستنا. ولا مش تعاستنا، بس يعني ساعات بيجننونا كده وفرهضتنا. الأطفال زمان كانوا جمال ولطاف وهادين، إنما النهاردة ما بقوش أطفال. الطفل اللي تقعد تتكلم معاه في موضوع فيناقشك وكلمة بكلمة وند لند يبقاش طفل. الطفل لما تشوفه بيلعب ازاي مع اصحابه وازاي نوع المناقشة اللي بينهم ونوع الخناقات اللي بينهم ما يبقاش طفل. اطفال اتغيرت كتير عن زمان، الجيل اللي طالع بقى جيل غريب جدا جدا. فاحنا النهاردة هنتكلم عن انواع اطفال العصر. ايه هم بقى؟ اطفال اليومين دول اطفال صعبين قوي، يعني اطفال غراب يعني. والطفل متمدن ومتحضر وسابق عصره اوانه، وبيلعب في التكنولوجيا كانه بيكتب بالقلم الرصاص في الكراسه بتاعه المدرسه. صح. وفي الطفل كمان اللي هو الموقعاتي، اللي هو اللي ما بيسترش يعني. اللي هو قاعد لك في البيت كان ايه، جهاز رادار قاعد معاكي في البيت وانت مقلقه منه. اللي هو مثلا اختك تكلمك في التليفون فتقول لك اصل انا جبت التليفون بس اوعي تقولي لفلانه، يروح الثانيه فلانه دي متصله، يا تعنت مش خالته جابت التليفون الشيكس ابو 8700 جنيه وقالت لماما ما نقولكيش. فطبعا وبيدي بقى لمامته التليفون، فاللحظه اللي مامته راحت تتكلم فيها مش عارفه تقول ايه، خلاص هو دبسها في مصيبه وكارثه ومفيش كلام يتقال. فالاطفال دي يعني مش عارفه التعامل معاهم يبقى ازاي الحقيقه، بس هو الضرب والقرص هو الحل الحقيقه. انا بتشجع كده. وفي الولد الطفل اللي عامل فيها جوز ماما مش ابن ماما. يعني عامل فيها كبير بقى، سبع رجاله ببعض، اول ما يلاقي مامته نازله فما اعرفش بيقلد مين، يقول لها ايه ده الهدوم دي ضيقه قوي يا ماما، خش غيريها. الجيبه دي قصيره قوي يا ماما، مبينه ركبت، ما ينفعش زي سمنتك باينه كده يا ماما. ايه ده قط وهتنزلي كده بدراعاتك؟ هيقلب مين؟ اكيد بيقلب بابا. لا ما تفهميش، ساعات بابا يبقى متمدن ومتحضر وبابا سامح لمامته تنزل كده، بدليل ان ده الدولاب ودي هدومها. هو بقى ما تفهميش طلع منين كده زي الفلوصه، وبقى عامل فيها سبع رجاله ببعض. وفي بقى العيل المخلص اللي هو تلاقيه ايه، طول النهار بيكلم صاحبته على الموبايل، بيظبط معاها الخروجه، بيظبط معاها الويك اند، وتلاقيه مثلا بيروح لاهله يقول لهم انا عايز اروح عند صاحبتي لولا عشان انا عايز اذاكر معاها. لولا؟ لولا المبلوله. عايز اذاكر معاها عشان عندنا امتحان مهم جدا جدا جدا، وانا محتاج اقعد اذاكر معاها الكيمياء يا ماما، ودي حاجه مهمه قوي، او محتاج اقعد اذاكر معاها التاريخ. وتحسي كده ان هو يعني لو ما قعدش يذاكر معاها مذاكره من اللي هي هيسقط. فبيذاكر بقى الولد، يا حرام حبيبي، بيعمل برشام المخلص كمان. او بيديها برشام برضه، كلها ادويه ومسكنات الحقيقه. لا وفي الطفل بقى اللي انا بكرهه قوي قوي قوي، الرزل اللي انا لو قابلته يعني ممكن اموته، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو دلوعه مامته. اللي هو تبقي قاعده معاه تكلمي نص كلمه ابن امه يعني. ماما انت اللي عملت مش عارفه، ده بيبقى عايز قلم على وشه، بيبقى عيل رزل ومتدلع وتنح، وفي الاغلب بيبقى شبه مامته اللي انا مش عارفه انا صاحبتها ليه اصلا عشان اتبلي بهذه الاشكال يعني. وده بيكبر بيبقى سوري، وده بيكبر بيبقى ابن امه. يعني بيكبر بقى بعد ما يبقى عيل يبقى راجل، يبقى ابن امه كده، يبقى في عيل بقى زنان، زنان جدا جدا يعني. حتى لو قلت له هعمل لك ده يا حبيبي بكره، هتعملوا لي بكره يا حبيبي، خش ينام هنعمله بكره. جه نام صحي، جه بكره اول حاجه يعملها اول ما يصحى من السرير، مش تعملي لي اللي انت بتعمليه امبارح، انت مش عندك امبارح عشان المامت امبارح. قلت له مثلا عايز مثلا ينزل يشتري قلم رصاص وقلم حبر ومش عارف ايه وشنطه مدرسه، يلا يا عشان ننزل، يلا عشان ننزل، يلا عشان ننزل، يلا عشان تقعد يا حبيبي اتفرج على فيلم كرتون، يلا عشان ننزل، يلا عشان ننزل. ماما 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 بيجنن. عيل زنان لازم يتعلم يقفل بقه، عشان لو سبتيه في حته ما حد هيرمولك من البلكونه. وفي بقى الطفل اللذيذ بقى القميص ده اللي هو مكور كده ومقلبص كده وعنده خدود كده عايزه تتعضعض وتتقرقط كده، وتلاقيه كده طفل سهل قوي، تشتريه بكيس بونبون، تشتريه بباكو شوكولاته، تشتريه طبق رز بلبن، طبق رز بلبن، تشتريه تاخديه تاكليه ساندوتش همبرجر ولا ساندوتش مش عارفه ايه. ده طفل لطيف قوي، كل ما تزغطيه كل ما يبقى جميل كده وينفش ويخر بيه ومطيع، كل ما يبقى
بتسيع. لا ويخر بالمعلومات. وفي بقى العيل القرشان اللي هو تحسيه يعني انا اسفه كانه وليه صغننه لابسه قشر بتعمل كده اللي هو ايه قاعد لمامته على السقطه ولا ماما هو انت وبابا جبتوني ازاي؟ ماما هو بابا وهو كان بيجري بالليل وراكي في الصاله كنتوا رايحين فين؟ تعملوا ايه؟ ماما هو مش ده بقى برضه رزل ويعني ممكن تموتيه وترتاح عشان تعيشي في بيتك براحتك. مش فاهمه ايه الدخلاء اللي في البيت اللي جايين يقرفوا انا دول. بتحبي الاطفال انت قوي يا شيماء قوي وعشان كده ما تتجوزيش. ما تتجوزيش احسن عشان ما حب اطفال. في تقرير بقى نطلع نشوفه ونرجع بقى نكمل باقي فقراتنا انواع الاطفال. نوع من الاطفال بيستفزني اللي زي ابني دايما على طول بيقول لا 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 على كل حاجه. عصبيتهم الشقاوه بتاعتهم ان الولد ما يسمعش الكلام اللي هو بيفضل لازق في مامته وما بيرضاش يروح لحد خالص غيرها. عايز حاجات ويقعد يقري في البيت بقى كله يتف على الارض ما يسمعش الكلام ما يعملش اي حاجه صح. الاطفال الزنانه الاطفال اللي بتلزق واللي هو المهايبر قوي يعني الحركه بتاعته كتيره ده اللي ما بيهمتش. يستفزني الطفل اللئيم اللي مصر على رايه دايما و مش عايز يعمل اي حاجه غير اللي في دماغه. الاطفال الغلسه طبعا اللي ما بتسمعش الكلام وتفضل تزن 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 ده موضوع يضايق جدا طبعا. اللي بيعيط كتير واللي بيشبط في الحاجه. الاطفال المتشرده. الطفل العصبي طبعا. الطفل الشقي البروطه اللي بيلزق كده. في كمان الطفل البروطه. الطفل بروتا هو الطفل الكسول جدا اللي هو تحطيه مطرح ما تحطيه ترجعي بعد 5 ساعات تلاقيه يا إما بيلعب مع نفسه يا إما قاعد بيتفرج على كرتون ممكن يقعد بالساعات قدام الكرتون ما بيتحركش. ده بيبقى طفل كسول جدا بس كمان بيبقى طفل مريح جدا لأنه مش ملوش طلبات كتير بيقعد كانن في مكانه هادي ما بيطلبش حاجة. فده طفل الحقيقة وعلى فكرة انقرض للأسف. مش لازم يبقى تخين يا لا 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 مش لازم يبقى تخين كسول كده كسول يعني هادي قاعد في مكانه مبطرخ في نفسه بس كده. الطفل ده الجميل اللطيف البروتا انا بحب النوع ده خلص على حظي خلص يعني يوم ما حبيت نوع خلص في السوق. طيب وفي بقى الطفل التاني اللي هو الليمد اللي لسانه اطول منه يعني هو قد كده ولسانه شبرين ده بقى اللي هو بتلاقيه واقف لك الند بالند صح. ولو حطيتي عليك بعقله ممكن يشتمك وتلاقيه حشر نفسه في كل حاجه اللي هو جاي معاك. على فكره احنا الاسانسير بتاعنا اوسع من الاسانسير بتاعكم على فكره احنا شقتنا اكبر من شقتكم على فكره مش اللي هو انت بتبقي عايزه تديله على قفاه. النوع ده بقى ده النوع ده ما ملوش حل مش تموتيه ولا تطلعيه من الشقه ده قفاه يخلق يتكتم كده يهزق كده وثقته بنفسه تتهز فيبرم لسانه ويحطه جوه بقه ويمكن تخلصي منه. في اخر الفقره عايزين نقول حاجه مهمه ايا كان نوع الاطفال اللي بنشوفهم في حياتنا اطفالنا هم مرايتنا. قبل ما تحاسبوهم وتلوموهم وتنتقدوهم عشان تصرفاتهم واسلوبهم وطريقتهم في الكلام او في الردود او حتى اسلوب حياتهم لازم تعرفوا ان هم مرايتنا. فانت ربي نفسك الاول لما هتبقى اب متربي كويس وهتبقى اب اخلاقك كويسه واسلوب حياتك صح طبيعي على فكره من غير مجهود سبحان الله هتلاقي ولادك زيك لان ولادك بيقلدوك لا اراديا. فنربي نفسنا الاول وان شاء الله هيطلع جيل من الاطفال اللطاف اللذاذ. نطلع فاصل ونرجع. علاقتنا فجأة بتبوظ بأصحابنا وبأهلنا بنعتقد إن الناس دي بقوا من المسلمات في حياتنا. لما ببقى برمي دايماً الغلط على أصحابي أنت تخنتي قوي كده ليه؟ الفستان ده وحش قوي عليك. مش معنى ان انت صاحبتي يعني خلاص بيتي ده مداس ومتاح ليك ان انت في اي وقت تجيلي فيه. مش لازم ان هم في اي وقت يبقوا يعني افيلبل بالظبط. افيلبل برافو لغتك مش مساعداكي الحضور افيلبل على طول.